اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ام كي ريفيوز. اوقات كتير واحنا بنستخدم الموبايل وبنعمل المهام اليوميه اللي متعودين كل يوم نعملها عليه، في حاجات كتير واحنا بنعمل خطواتها بيبقى نفسنا يكون في خطوات تانية بديله ليها، بحيث ان هي تسهل علينا الاستخدام اليومي للتليفون، بحيث انها تسهل علينا استخدام الموبايل شويه. بس قبل ما نخش في الفيديو ونقول النصايح والحاجات المهمه دي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تنزل تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وزي ما بقول لك كل مره اعمل شير كتير عشان الكل يستفاد. ويلا بينا بقى عشان نخش في التفاصيل. لو فتح متصفح الانترنت جوجل وعمال بتعمل سيرش على حاجه معينه وفتح اكتر من تاب داخل المتصفح، الطبيعي انك لما تيجي تتنقل ما بينهم لازم تضغط على العلامه دي وبعد كده تختار الصفحه اللي انت عايزها، مع ان في حل اسهل وافضل بكتير، وهو انك ممكن بكل سهوله تحرك صبعك سوايبس على اليمين او على الشمال بحيث ان انت تتنقل ما بين الصفحات المفتوحه، وبكده تكون وفرت وقت كتير ومجهود اكتر. رقم 2، بتكتب رساله وبعد ما كتبت الرساله اكتشفت ان في حروف غلط في الرساله، طبعا الموضوع بالنسبه لك بيبقى شلل، انت تحاول تضغط جنب الحرف اللي انت عايز تحدده عشان تمسحه، لدرجه ان في ناس حرفيا بتزهق وبتقوم مسح الرساله تماما. ولكن ليه كل ده؟ وفي حل سهل جدا ومريح، وهو انك تضغط ضغطه خفيفه على زر المسطره اللي موجود في الكيبورد عندك اللي هو بيبقى مكتوب عليه اللغه، وتبدا ان انت تحرك ايدك يمين وشمال، هتلاقي المؤشر بتاع الكتابه بيتحرك معاك، تقدر توجهه على الحرف اللي انت عايزه بكل سهوله. رقم 3، كتبت الرساله طويله جدا وبعد ما كتبت الرساله اكتشفت ان انت خلاص مش عايز الرساله دي وعايز تمسحها. بلاقي ناس حرفيا بتقعد تضغط على زر الحذف موجود في لوحه المفاتيح ده واحده واحده ويقعد يمسح حرف حرف، ربنا يدينا ويديك طول العمر. طب ليه كل ده لما انا ممكن اجي في جزء الكتابه واضغط ضغطتين ورا بعض على الكلام اللي انا كاتبه، هيبدا يظهر لي من فوق قائمه هبدا اختار منها تحديد الكل، وبعد كده اضغط على زر الحذف من لوحه المفاتيح هتبدا تتحذف الجمله على طول مره واحده. بس كده بسيطه اهي، مش محتاجه منك كل اللي انت بتعمله ده. رقم 4، في حركه ظريفه كده جوه الفيسبوك وممكن بعضكم يعرفها وبعضكم ما يعرفهاش، وهو انك لو جاي تبحث عن حد تعرفه، حد ليك علاقه بيه، حد شفته قبل كده مثلا لو مش فاكر غير اول اسم من اسمه مش فاكر اسمه كامل، فتبدا انك تفتح تطبيق الفيسبوك وهتبدا تضغط على السيرش فوق وتبدا تكتب اول اسم من اسمه مثلا، وليكن هو كان اسمه محمد. بعد ما كتبت الاسم هتبدا تعمل سيرش، هيبدا يظهر لك في السيرش مجموعه من الاشخاص. طبعا الفكره هنا مش مجرد ظهور الاشخاص وخلاص، لا، نفترض ان الشخص اللي انت بتدور عليه ده مش بيظهر في اول السيرش، ما ظهرش في اول الناس الموجوده في السيرش، بس انت من ضمن المعلومات اللي فاكرها عنه وفاكر ان هو من محافظه مثلا وليكن القاهره او من محافظه اسكندريه، فالفيسبوك بيتيح لك هنا ان انت تبحث عن الشخص بدليل محافظته او بدليل اي معلومه تعرفها عنه. فاجي عند الجزء اللي فوق عند كلمه فلترز فوق واختار كلمه سيتي المحافظه بتاعته، وابدا اختار المحافظه اللي انا عايز ابحث عنها، وليكن انا هبحث في القاهره، فهيبدا فعلا يجيب لك كل الناس اللي موجوده في القاهره وتبدا ان انت تدور عليه وان شاء الله توصل له. ماسك الموبايل مثلا او حاطه في جيبك وجاي بتطلع الموبايل لقيت ان الشاشه محتاجه تتنضف، ليه دايما متعودين ان احنا نمسح الموبايل بالتيشيرت او بالهدوم اللي احنا لابسينها؟ الحركه دي فعليا بتسبب ان شاشه الموبايل مع الوقت بتتجرح، والافضل هنا في الوضعيه دي ان انت تستخدم مناديل قماش او تستخدم المناديل المبلله اللي هي السوايبس. رقم 6، بلاش تحط الموبايل في جيبك لفتره طويله، ولو هتحط الموبايل في جيبك اتاكد الاول ان مفيش في جيبك اي حاجه ممكن تخدش الموبايل زي مثلا الفلوس الفضه او المفاتيح. هتقول لي طيب ما انا حاطط جراب، هقول لك طب بالنسبه للشاشه ايه؟ ما هي برضه هتتخدش. رقم 7، بلاش تستخدم الجراب اللي بيبقى جاي مع الموبايل، لان الجراب ده خفيف فعليا وبيبقى مش ماسك على حواف الموبايل كويس، وده بيسبب ان في تراب بيخش من تحت الجراب، وده مع الوقت بيأذي شكل ظهر الموبايل وبيعمل نقط بيضاء في الظهر بتاع الموبايل، وخصوصا لو كان الموبايل ده معدن او كان حتى الموبايل ده من البولي كربونات. يستحسن انك تحاول تستنضف وتجيب جراب اوريجينال بدل الجرابات المضروبه اللي هو الجراب ب 40 جنيه وب 50 جنيه، ابعد عن الجرابات دي خالص وحاول تجيب جراب اوريجينال بدل ما تدفع الفلوس دي في اكله او خروجه، ادفع احسن في جراب يحافظ على الموبايل بتاعك. رقم 8، بتطلع الموبايل من جيبك او من شنطتك عشان تصور حاجه معينه، ما تنساش الاول دايما تمسح الكاميرا قبل ما تصور، وممكن عادي تمسح الكاميرا باي حاجه حتى لو بهدومك، لان ازاز الكاميرا بيبقى مضاد للخدش. وفعلا يا جماعه في ناس كتيره بتاخد صور جميله جدا بالكاميرا، وبعد ما تاخد الصوره وتتعب في الصوره بتلاقي حاجه زي خطوط بيضاء كده مبوظه الصوره، وكل ده عشان كانت الكاميرا مش نظيفه. رقم 9، بتتكلم في الموبايل مع شخص وطلب منك انك تقول له او تمليه رقم شخص معين، ليه لازم تتعب نفسك وتوجع دماغك وتفضل متعذب على المكالمه وتمليه رقم ويقعد هو يقول لك انا مش سامع حاجه وانت تتخنق وتضيع وقتك على الفاضي؟ بكل بساطه ممكن تقفل المكالمه وتقول له هبعت لك الرقم، وبعد ما تقفل معاه المكالمه ابعت الرقم في رساله ب 15 قرش بس، يعني مش كتير، مقابل انك تريح دماغك خالص. اخر حاجه بقى النصيحه رقم 10، جاي بتقرا كلام بقى مكتوب على الشاشه ولا حاجه، بس المشكله ان المنطقه اللي انت واقف فيها دي ما ينفعش انك تعمل الحركه المعتاده بصوابعك عشان تكبر او تصغر الشاشه، ساعتها في
ميزه صغيره كده جوه الموبايل وهي عدسه التكبير، تقدر ان انت تضغط 3 مرات كده عشان تكبر وتبدا تقرا الكلام، وبعد ما تخلص تبدا ان انت تضغط 3 مرات على الشاشه برضه عشان تلغيه. ولو انت مش مفعلها عندك هقول لك الطريقه اللي تقدر تفعلها بيها. تقدر تروح للاعدادات اللي هي السيتنج، تنزل تحت وتبدا ان انت تختار الاعدادات الاضافيه اللي هي الاديشنال سيتنج، وبعد كده تبدا تضغط على امكانيه الدخول اللي هي الاسيسيبيليتي، وبعد كده هتلاقي في حاجه عندك اسمها الماجنيفيكيشن او التكبير، تبدا ان انت تضغط عليها وتبدا تخش انك تفعلها. بس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.